ما عاد يجيب بال الانسان يعني. الفقير ما شبك له نهائي. كل واحد بيع كيفه بالسوق. عم يطلب بالف ليره لحمه. شو بده يطلع له يعني؟ ارتفاع غير مسبوق بأسعار اللحوم شهدته أسواق السويداء في الفترة الماضية، يعزوه اللحامون لارتفاع أسعارها من المصدر، يضاف إليها أجور النقل المرتفعة، والذي شكل عبئاً مادياً إضافياً على المواطن، حرمه مادة غذائية مهمة، إلا من رحم ربي ممن اكتفى ببضع جرامات شهرياً كانت سابقاً أضعاف الكمية ومادة متاحة بيسر أكبر. نحن عم ننزل نجيب الذبائح الحية من دمشق، وفعنا تكلفة زيادة على تسعير دمشق بنقل الذبائح الحية من دمشق إلى السويداء، وعندنا نقل الذبائح من الحظائر إلى المصلخ البلدي، من المصلخ البلدي كمان ثاني يوم ننقل اللحوم إلى للمحلات، فلذلك نحن عندنا مصاريف وتكلفة زيادة عن تسعير دمشق. قدمنا التسعيرة أكثر من مرة وقامت بالرفض. نحن نطلب من مديرية التجارة والمستهلك بمحافظة السويداء، وموجودة عندهم لجنة تحديد أسعار تنزل على السوق وتشوف الواقع. قبل عيد رأس السنة لليوم كل يوم كل يوم كل يوم الأسعار يعني عم تتزايد، ما في يعني ما في ولا سبب رئيسي غير إنه ما في فروج بالمداجن، وشوفت عيني كساد بالشغل، ما في شغل، ما في مبيع. إيه عبء على كل بيت أكيد، الدجاج واللحم وحتى الخضرة يعني، وكل بيت المردود اللي عم يفوت عليه ما عم بكفي لنهاية الشهر، يا دوب يمكن أول أسبوع. فارق كبير بين تسعيرة التموين وما يفرضه واقع السوق المحلية للحوم الحمراء والدواجن، يضع البائع والمشتري أمام إشكالية تحتاج ضبطا سريعا واضعا حدا للارتفاع المستمر والتفاوت في الأسعار بين المحال في المحافظة، علما بأن السويداء شهدت تراجعا كبيرا بكميات الذبح في الأشهر الماضية نتيجة تراجع الطلب على هذه المواد. الفقير ما شبك له نهائي، يعني غلى اللحوم شيء مش بالعقل. حتى العظم عم ينباع، العصب عم ينباع، الكرش المصري عم ينباع، يعني ما بس الفقير ما بياكل شيء. الغلاء للاسف انه عم بيرجع سلبا لكل الناس، من غلاء المحروقات، من غلاء النقل، كله عم بياثر سلبا على الناس. شفت عينك يعني السوق كثير وضعه تعيس، خاصه انه نحن بهالمنطقه ما يعني كانت في حركه كثير على المحلات، يعني شو في اكثر المحلات اكيد عبء، يعني الناس مش قادره تشتري اللحم، يعني فيش غير اللي معه مصاري كثير بيقدر يشتري كيلو، اكثر من هيك لا. يعني فكرة انه بس يتوحد سعر اللحوم، كل يوم عم ناخذ على سعر بشكل يعني يوم 50 يوم 55 يوم 60، وبطلت ناس تقدر تشتري. يعني كنا كل شهر نجيب كيلو 2 كيلو على البيت، اليوم بطلنا نجيبها نهائيا. غلى كثير صاير وفاحش بشكل مش طبيعي. يعني ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، يقولها مواطنو السويداء الذين يرزحون تحت الاعباء المادية الكبيرة ولا طاقة لهم باحتمال ارتفاع جديد لسعر أي مادة غذائية. من السويداء أمل الشمري لقناة سما الفضائية.